بالله من الشيطان الرجيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مبارك لكم أيها الأحبة الكرام، مولد العقيلة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. سائلا المولى تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يعودنا على مثل هذه الأيام. عندما نقف أمام هذه السيدة الجميلة المقاومة البقرة التي سطرت عظمتها وتاريخها من نور جهادها وفدائها، فإننا نقف أمام الشموخ بعينه والعطاء بعينه وكل مضامين الجمال بعينها. فسلام الله عليها وعلى موقفها الكربلائي الخالد الذي لم ولن ينسى التاريخ أبد الآبدين. أسطورة المجد تظل ذكرك يا حوراء يلهمني، تظل ذكرك يا حوراء يلهمني ما دام قلبي وما دام الشرايين. يظل ذكرك يا حوراء يلهمني ما دام قلبي وما دامت شراييني. فأنت أكبر من حفل مكبرة، فأنت أكبر من حفل نكرره، وأنت أعظم من عزفي وتلحيني، وأنت يا لغة الأبرار معجزة قدسية الروح تسمو في البراهين. أسطورة المجد، أسطورة المجد يمتد الزمان بنا، فلا سوى نورك يوفاه يسقيني. أعيشك أعيشك لحظات الوجد تغمرني، أعيشك لحظات الوجد تغمرني، روح النبوات في أبهى المضامين. هذا الإباء من العلياء مندفقا من وحي زينب من تلك القرابين، من كربلاء نجوم الرشق غايتهم، رسم الفداء ليبقى في العناوين. وأنت يا زينب الحوراء رايتهم، وأنت يا زينب الحوراء رايتهم، ترف بالصبر في أعلى الموازين، تسيل الصبر تاريخا وتضحية، تسيل الصبر تاريخا وتضحية، فيرتوي الحر حر العقل والدين. حوراء حيرني حرفي وأوقفني، ما كنت أدنو لنور قاب قوسين. حوراء حيرني حرفي وأوقفني، ما كنت أدنو لنور قاب قوسين. هذا حدود فؤادي حين أطلقه، هذا حدود فؤادي حين أطلقه، فسجدة لتراب الطف تكفيني. كم كنت رائعة الأفعال صامدة رغم العواصف في وجه الفراعين. ما زلت انشودة بالعزم رددها أهل الضمائر في ليل السلاطين. يا نجمة، يا نجمة في سماء الحق ساطعة، تحيي القفار وتعلو للملايين. يا نجمة في سماء الحق ساطعة، تحيي القفار وتعلو للملايين. ربيبة الوحي والقرآن ما عرفت غير التحدي والإصرار للدين. عشناك يا زينب الحوراء، عشناك يا زينب الحوراء قارئة تلك الرسائل في دحر الثعابين. هنا هنا مزجت حديث الحب في لغتي، هنا مزجت حديث الحب في لغتي، من زينب حيث صار الحب يرويني. فالقلب من دونها صمت بلا هدف، والروح في ذكرها طب يداويني. معا معا إلى زينب الحوراء نتبعها، فهي الطهارة من بيت الميامين. الدر في القاع لا في السقف مدركه، والمجد في العالم العلوي لدوني. هنا 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 وقفت إلى الإجلال أخبره، هنا وقفت إلى الإجلال أخبره، لحرة
هي تاريخي وتكويني، يممت نحو مقام النبل والثمه، وحاملا مهجتي ما بين كفين الى العزيزه بنت العز امدحها، وليس غير يقيني في دواميني، وليس غير يقيني في دواميني. والسلام عليكم ورحمه الله.